الكرة المحلية للكرة العالمية. النهارده كان في اكثر من ماتش في الدوريات الاوروبية، ابرزها الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والفرنسي. وهنبدا بنتائج واخبار الدوري الانجليزي، واللي اتلعب فيه اكثر من مواجهة النهارده، ابرزها ليفربول وتوتنهام، واللي شهدت منافسة كبيرة جدا بين الفريقين وانتهت بنتيجة 2-1 لصالح ليفربول. المباراة شهدت مشاركة محمد صلاح اللي نجح في تسجيل هدفين لفريقه في المباراة عشان يواصل النجم المصري تألقه مع الريدز بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم ده. تعال نروح نشوف رأي الجماهير في أداء ومستوى محمد صلاح مع ليفربول النهاردة. عايز اخد رايك النهارده في اداء محمد صلاح في مباراه ليفربول وتوتنهام، شفت المباراه ازاي واداء صلاح النهارده؟ لا صلاح الفتره دي طار كتير جدا 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 عن قبل كده. صلاح في بدايه الموسم ما كانش مظبط، ما كانش في الحاله بتاعته، ما هوش صلاح اللي احنا عارفينه مثلا من 3 أو 4 مواسم اول ما جه مع ليفربول. لا يعني انا مبسوط بجد بجوليل صلاح النهارده، بيديله ثقه جامده. صلاح بجد جاي، كان بيلعب ضد فريق كبير برضه زي توتنهام وسجل هدفين، كان كله متوقع اصلا بعد طلوع ماني من الفرقه، كان كله متوقع ان الفريق كله قل، بس صلاح اثبت عكس كده بالظبط. عكس كده ما شاء الله جاب جونين وكان هيجيب الجون الثالث، وماتش عالمي لان بيتلعب اصلا في ملعب توتنهام، وتوتنهام صعب جدا جدا، وكنت اهدافه اداؤه دفاعي، واصلا فريق توتنهام فايق جدا جدا جدا. فصلاح الحمد لله يجيب جونين، ده انجاز كويس جدا، ويبتدي صلاح ان شاء الله يعود فورمه المباراه ويجيب جوان كتير، وده يفيد المنتخب على داخلين على تصفيات وداخلين على ماتشات وديه. فلازم الفتره الجايه ان احنا ايه ندعم ابو صلاح ونرد على كل المشكين ان صلاح عالمي وهيفضل ابو صلاح نمبر 1 واحسن لعيب في العالم. كان جامد قوي، خصوصا ان هو جاب جونين، اتنين اصعب من بعض، التاني كان لوب فول حارس وانفراده، والجون الاولاني لمسه وشوطه من تاني لمسه. فهو بصراحه كان اداء كويس قوي، وخصوصا ان هو جاي بعد فتره كان مهزوز فيها بعد ما خسرنا نهائي افريقيا وطلعنا من كاس العالم. الصراحه انا كنت قاعد متكيف جدا من الجونين اللي جابهم، غير الفتره اللي فاتت خالص كان مهزوز في لعبه، بس ان شاء الله ابو مكه في الطليعه يعني، وعمره ما هيقع تاني. محمد صلاح ادى ماتش ممتاز وربنا يوفقه يا رب. عندي فخرين لكل مصر، و يعني احنا بنفرح جدا لما يجيب جون، يعني حاجه حلوه كويسه لمصر طبعا. لا جولين احسن من بعض بصراحه، يعني كان غايب عن التهديف بقاله فتره، واحنا فرحنا لما جاب جولين النهارده، يعني لما فرحنا احنا كلنا كمصريين. يعني محمد صلاح ما عليهوش خلاف ولا عليه اي كلام، فمحمد صلاح فعلا هو فخر العرب وفخر العرب. وتاني حاجه، هو جاب جولين النهارده فعلا يعني فوق الروعه.